أستاذ ماهر، جاوب لنا على السؤال الصعب، إزاي الجماعات الإرهابية بتنجح في تجنيد الشباب وتعمل له عملية غسيل مخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عاوز أفرق ما بين الجماعات مع بعضها، لأن الجماعات مع بعضها مختلفة تماما في عمليات استقطاب وتجنيد الشباب. هنلاقي بين قوسين كده الإخوان المسلمين في ناحية اليمين والتيارات السلفية في الناحية الشمال، في النص هنلاقي خط كده في المنتصف اللي هو الجماعات اللي بيطلقوا عليها الجماعات الجهادية، الجماعات الإرهابية المسلحة، ليه تحط بقى القاعدة، تحط داعش، تحط جند الإسلام، والجماعات اللي هي كان في مصر منها في سيناء بس كان منها حوالي 19 تنظيم، وفي الدلتا والوادي حوالي 10 مختلفين أجناد مصر والكلام ده. طيب جماعة الإخوان المسلمين لها نسق مهم جدا وطريقة في استقطاب الشباب، بيعتمدوا فيها على 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 محورين يا أستاذ محمد، اللي هي الطريقة العلنية والطريقة اللي هي السرية اللي هي بيطلقوا عليها الدعوة الفردية. الطريقة العلنية اللي هي بيعتمدوا من خلالها على مجموعة من الوسائل، واحد اللقاءات المباشرة، ان يلتقي بك مباشر في المسجد مثلا، ان استقطبك عن طريق لقاء ديني، عن طريق ندوة دينية. ده صدفة ولا ترتيب؟ لا ترتيب. استقطبك عن طريق ان ادعوك لخطبة جمعة في المسجد الفلاني للشيخ فلاني. طيب ممكن استقطبك كمان في مساجد جامعات اخرى، يعني الجمعية الشرعية، انصار السنة، اروح المساجد دي اعمل ندوة الايام الدينية اللي هي الرحلات، اعمل رحلة الكتاتيب وتحفيظ القرآن، المدارس والحضانات، كل دي وسائل دعوية مباشرة جماهيرية علنية. هناك الوسائل الاخرى اللي هي اتكلم عنها مصطفى مشهور المرشد الاسبق في كتابه الدعوة الفردية، اللي هي أني أعمل دعوة سرية مباشرة ما بينه وبين شخص، هذا الشخص أنا بتعرف عليه، ببدأ بمراحل التعرف، بعد التعرف أني بشحذ إيمانه في المرحلة الثانية، يعني أني أدعو للصلاة، أدعو للزكاة، أمور دينية، للأمور الدينية. ثالث حاجة بعد ما أشوف هذا الشخص يعني إيمانياته ارتفعت شوية، ببدأ أخد معاه المرحلة الثالثة اللي هي بقول له إن الإسلام ده مش صلاة ولا صوم ولا زكاة، ده الإسلام إيه الإسلام؟ طيب الإسلام لا، ده الإسلام شامل كامل، الإسلام فيه حاجتين اسمها الجهاد، الإسلام فيه حاجة اسمها تطبيق الشريعة، إقامة الخلافة. طب ده كله هل يتم بمفردك؟ لا، أدخل في المرحلة اللي بعدها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الشريعة والخلافة لن تطبق ولن تقام إلا من خلال تنظيم ومن خلال جماعة. طب ما هو هذا التنظيم؟ دي المرحلة الأخيرة، بقول لك إن الإخوان المسلمين هي جماعة المسلمين وليست جزء من المسلمين، وهي الجماعة الحق. هذه المراحل ممكن تيجي مع فرد في خلال شهر، شهر واحد بينبعه في تجنيد شاب، ممكن، وممكن تيجي مع شخص في أسبوع، وممكن تيجي مع شخص في سنة. هو بقى هنا البروفايل بتاع الشخص، يعني ازاي انا بحدد ده امكانياتي مع هذا الشخص ايه بالظبط، دي بيعرفها الشخص اللي هو مكلف بهذا الشخص. عينه بتقع على انهي شاب؟ يعني عينه بتقع دايما على الشاب اللي هو تفكيره عاطفي. احنا عارفين ان التفكير فيه تفكير عقلاني وتفكير عشوائي وتفكير عاطفي، دايما اللي هو تفكيره عاطفي، اللي هو ممكن انا اجذبه بالعاطفه. سامعين يا شباب؟ انا ممكن أخدك إلى الجامع فتلاقي خطبة بشكل معين بتتكلم عن الدين، وفجأة تروح داخلة في السياسة فتنتقد الدولة، فأنت يعني تتحمس كده عاطفيا، بلك دي النقطة المهمة. فهو طوال الوقت هو بيقع دايما على الشخص ده، بيقع على الشخص اللي هو دايما عنده مشكلات، يعني قد تكون اجتماعية اقتصادية. طبعا هو بياخده هنا، بيدخل معاه في هذه الدعوة الفردية الرجل اللي هو بيحلله هذه المشكلة الاجتماعية. يعني اللي هو الرجل اللي بيوقف معاه، يعني بيعمل نوع من الصداقة والعشائرية والتعاطف والأخوة ما بينهم من بعض، بيتدخلوا مع بعض، حللوا مشاكله، فبيكون هو البديل للأسرة والبديل للمدرسة والبديل لأي تنظيم سياسي موجود هذا الشخص. طيب فانت طوال الوقت بتلجأ له، فلما بيلجأ له بيقول له طب ايه الصح؟ لا الصح هو الجماعه. طب بيبقى في سابق معرفه بينهم، يعني من الحي من الشارع؟ طبعا بيكون بيركزوا دايما على كل واحد في المحيط بتاعه، محيط دائما، حتى بيبدا بالعائله. انت عارف اللي هم فجر الكنائس دول، اللي الكنائس من اول كنيسه البطرسيه ورايح كده لغايه اخر كنيسه، دول تنظيم مع بعض،
اللي هو عمرو سعد عباس اللي عملهم. عمرو سعد ده عباس شاب واخد دبلوم هو، تساءل بعض الأسئلة في دماغه عن إيه موضوع القتال والشريعة والطائفة الممتنعة عن الشريعة دي وحكمها في الدين، فراح لإمام الجامع فسأله، فالراجل معرفش يجاوب على الحاجات اللي هي بتاعت الجامعات دي. دي نقطة ضعف بقى، نقطة ضعف إن احنا جدا. ما بقاش عندنا الوعاظ اللي يقدروا يجاوبوا على أسئلة الشباب. طبعا طبعا، فهدي مشكلة كبيرة جدا. فطبعا راح الراجل توجه على الانترنت على حد من سينا ودعاه، راح 6 أشهر ورجع، فكلفوه إن هو يدعو أقرباؤه. فكل التنظيم اللي هو فجر الكنائس دول قرايب مع بعض، يعني جوز أخته كان انتحاري، ابن عمه مات، ابن عمه التاني دخل السجن في القضية دي، العيلة ده على العيلة في القرية من أرمنت هنا، ده على العيلة بتاعته كلها، وعمل تنظيم وما زال هاربا حتى هذه اللحظة، ومعاه عدد من الأفراد هاربين بيروحوا ليبيا وبرجعوا بيهددوا برضه، في نقطة تهديد للقصة دي بسبب وجوده بسبب هروبه حتى هذه اللحظة. فأنت بتتكلم عن العشائرية والصداقة والقرابة، ودي مهمة جدا. طب لاحظ كده الأخوين كوبان اللي هم بتوع فرنسا، هتلاحظ ان هم القرابة والعشائرية في كل العمليات اللي حدثت في أوروبا هتلاقيهم كلهم ايه، صداقة او قرايب، او هم كانوا مع بعض في السجون الفرنسية او البلجيكية، يعني هم عملوا نظام من الدعوة داخل السجون كبير جدا، مش في مصر، لا ده برا، وفي تحول الداعشية بسبب قصة السجون دي، اللي هو بياخد فرصة أكبر في الجلوس مع العنصر. استاذ مالح حضرتك.